أعزائي مشاهدي، يلا كورة في كل مكان. معانا النهاردة نجم كبير، قول زي ما أنت عايز تقول عليه، مهاري، حريف، شويط. معانا النهاردة عمرو بركات، نجم نادي الجونة. إمتى قلت خلاص أنا مش هينفع أكمل في الأهلي؟ القرار كان صعب أكيد. لا هو بص، ما انا بقول لك انا استعجلت في حتة ان انا خدت قرار ان انا لما هم كلموني ان ياسر ابراهيم يجي من سموحة وانا اروح، ما فكرتش، كنت منفعل، كنت متعصب، لان الفترة اللي قبلها انا كنت بتمرن بشكل كويس، وكان ساعتها لسه ماسك لاسارت، لسه جاي جديد بتعرف على اللعيبة، وحسيته شافني كويس وحسيته اقتنع بيا وحسيته حبني. فبعد كده فجأة لقيته يعني متوجه لاتجاه النادي هو اللي عايزه. والنادي كان عايز يعيرك ليه؟ ما اعرفش، هو ساعتها النادي عايز يخلص ياسر من سموحة. حلو، الراجل جه هو شافني لعيب كويس، كان حتى بيعمل تقسيمة في الملعب، وفي لعيبة اسامي كان بيطلعها بره التقسيمة، عشان هو شاف في الاول كده عناصر معينة بيلعبوا في الملعب جنب بعض وعجبوا ناس معينة فبيلعبهم، وفي ناس بتستنى بره بتبدل يعني. فالراجل كان معجب بيها جدا، وخدت معاه فترة وخلاص بقى متفائل وبفكر بقى والفترة اللي جاية تبقى أحسن والكلام ده كله. فموضوع ياسر بقى جه وباشمهندس فرج، أنا مش هاخد حد غير عمرو، فهم عايزين يخلصوا صفقة ياسر. فجأة النادي وجه الراجل، لا الراجل ده هيطلع، ما تعملش حسابك إن هو موجود معاك. رحيلك فرض عليه من الإدارة. اه يعني هو الراجل شافني لعيب كويس وهيستفاد مني، بس هم قالوا له لا هو هيطلع إعارة، عشان احنا عايزين الراجل ده من هناك. وانت رغبتك كانت فين ساعتها؟ انا ساعتها بقى ما شفتش قدامي يعني، انا ساعتها الصراحه لو كنت فكرت كنت خدت قرار احسن من اللي انا خدته، بس انا ساعتها انفعلت بقى مين وقلت بلغك ساعتها ان انت هتخش ضمن صفقة ياسر إبراهيم؟ يا كابتن سيد حفيظ هو اللي بيبلغ الاخبار الجميله للعيبه. كان صدمة بالنسبة لك خصوصا ايوه ان انت حسيت. كلمني قال لي الراجل متمسك بيك، وانت لو قعدت مش هيبقى ليك فرصه ومش عارف ايه والكلام العادي يعني. بس فانا انفعلت عليه طبعا وتعصبت جدا ومش عارف ايه، وفي الاخر وافقت يعني. دي كانت المرة الأولى اللي أنت بتقول يعني أنت كنت دايما يعني بعامل مشكلتي في الأهلي إن أنا كنت بتعامل يعني بعامل الناس باحترام. دي كانت المرة الأولى اللي تنفعل فيها بالشكل ده. انفعلت جامد الصراحه، من اتصدمت من حاجه انا مش متوقعها يعني. الراجل بيتكلم معايا كويس في اخر فتره قبل ما يبلغوني بالخبر ده، بس اول ما قال لي عارف انت اللي هو انت راسم حاجه معينه وماشي في طريق معين، فجاه واحد قال لك لا انت رايح هنا، فانت اتسودت بقى خالص في وشك. متأثر جدا. اكيد اكيد طبعا، اكيد فتره وندمان عليها يعني، ندمان ان انت خدت الفترة دي. انا ندمان على حاجات عملتها في الفتره دي يعني، قصرت في حق نفسي في حاجات يعني، كان ممكن الفتره تبقى احسن من كده، بس الواحد بيتعلم اكيد يعني.